فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعي معكم فضيله الشيخ الداعيه الاسلامي فضيله الشيخ شعبان درويش. اهلا ومرحبا شيخي الكريم. اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ. صلى الله عز وجل ان يوتعكم بالصحه والعافيه وان ينفعنا بعلمكم. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. شيخي الكريم، كثير من الناس يسالون ويقولون إن قلتم الحياه مشاركه، فما معنى الحياه مشاركه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني ما أفهمه طبعا الحياة مشاركة بالفعل، لأنه الإنسان اجتماعي بطبعه، ولا يمكن ليد واحدة أن تصفق، ولا يستغني الإنسان أبدا عن بني الإنسان. والله عز وجل حثنا على هذه المشاركة في الحياة، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما أفهمه في الحقيقة أنه حملة القناة الحياة مشاركة هي رسالة لكل مشاهدينا الكرام ولكل المسلمين في عامة البلاد الإسلامية أن يشاركون حمل هم هذه القناة. الهم ثقيل، بمعنى شيلوا الشيلة يعني معانا، شيلوا الشيلة معانا. الهم ثقيل جدا، والنفقات المطلوبة شهريا نفقات باهظة، يعني ينوء بحملها يعني الوضع المالي الحالي للقناة في الحقيقة. فهو ده المضمون الرئيسي والأساسي، أنه الأخ المسلم والأخت المسلمة يحاول أن يشيل الشيلة معانا بما قل وبما كثر. جزاكم الله خير. هذا هو المراد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذ ناصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أزي حالك يا شيخ؟ نعم والله الحمد لله رب العالمين. عم نشوف شعبان. اللهم لك الحمد، الله يكرمك. عندي سؤال والله محيرنا يا شيخ والله. هات سؤالك، ربنا يحفظك. ماشي. كان ابويا يعني كده وامه كانت تعبانه كده وقالت له تعبانه، راح هو قال لها على الطريق من انام جنبك كده يعني. ما قلنا نيتك ايه؟ قال حلفان كده. ما كانش في نيته الطلاق؟ لا، كان نيته الحلفان. قال خلاص طلق من انام ماشي ماشي خلاص، مش مهم العباره، لكن هو لما قال كده ما كانش في نياته الطلاق. ايوه، كان مقدر كثير الحلفان. طيب هو كثير الحلف في الطلاق؟ لا، ده اول مره والله. طيب حبيبي، اول مره. ربنا يشفيها ويعافيها ويحفظك ويحفظ الوالدين. حاضر حبيبي، في امان الله. انا عزك يا اخي. شيخنا يجيبك يا اخي ناصر، في امان الله. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة يا أمي، تفضلي. أول سؤال شيخ أحمد، بالنسبة لكتاب الله الكريم، أحب أن أتلو كتاب الله، ولكن للأسف الشديد رغم أن إحنا يعني قراءتنا المفروفين عن طريقة برايل، لكن لن أستطيع المواظبة عليه باستمرار. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أجد أخوات لي في الله ختمنا المصحف 3 مرات، ختمنا المصحف 4 مرات، لن أوفق لهذا الأمر. الحته الثانيه يا استاذ احمد، المحافظه على الاذكار بعد الفجر، بصلي الفجر ربنا يعيننا على الفجر جميعا، لا ممكن اتغطس في النوم اقول الاذكار الصبح. يعني اذكار الصباح. اقول الاذكار ما تتقالش بعد الفجر على طول. حته اخيره يا استاذ احمد، حته التسبيح بعد ختم كل صلاه، هذه من السنه ويجب المواظبه عليها والا نتفوت فيها. جزاكم الله خيرا عنا خير الجزاء. الله يرضى عنك يا امنا ويحفظك ويرضى عنه ويحفظك جميع المسلمين يا رب العالمين. استاذ ناصر، شيخي الكريم، ما قاله والده لامه شفاها الله وعافاها،
هل هذا طلاق أم ماذا عليه؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول الأخ ناصر بارك الله فيه، ما دام الوالد ولله الحمد والمنة يقصد بهذه الكلمة الحلف اليمين يعني، ولا يقصد بها الطلاق، ففي هذه الحالة إن كان وفى باليمين بمعنى حلف ألا ينام إلى جوارها، ففي هذه الحالة نقول لا ما يصحش، لأن الله عز وجل قال في كتابه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والأصل أن يأويا معا إلى فراش واحد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مع زوجاته رضي الله عنهن أجمعين. وبالتالي نقول للوالد الكريم: أيوة إن تحلفت فعلا بالطلاق وأنت تريد به الحلف، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فعلى الوالد الكريم أن يعود إلى النوم مع زوجه في فراشهما وفي غرفتهما، وبعد هذا إن شاء الله عز وجل يكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا للإطعام، أو بصيام 3 أيام إن لم يكن مستطيعا للإطعام، زائد أن عليه التوبة والندم والاستغفار لله تبارك وتعالى، لأنه أراد الحل فأخطأ اليمين فلم يحلف بالله إنما حلف بالطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هرجع تاني للحياة مشاركة سريعا شيخ كريم، وأقول أرقام أرقام الهواتف لمن أراد أن يتصل على حملة الحياة مشاركة. الثلاثة أرقام موجودون بصفة مستمرة على الشريط السفلي في على الشاشة، تجد كلمة الحياة مشاركة والأرقام اللي هقولها دي: 0100 135 39 33، 0100 135 39 33، وفي 011 57 62 25 58، وفي 012 10 92 74 32. الأرقام موجودة بصفة مستمرة، هتلاقي كده علامة الهاشتاج والحياة مشاركة وتجمعها جوارها الأرقام الثلاثة لمن أراد أن يستفسر عن حملة الحياة مشاركة. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. الأخت أمة الله هي تحب أن تقرأ كتاب الله عز وجل، وأن يعني وتحب تلاوة المصحف الكريم، لكن طبعا لظروفها الخاصة، تقول بعض الأخوات من نفس الظروف يقرأن المصحف ويختمنه 3 مرات أو 4، هي يعني لم يتحقق معها هذا الأمر، فهل عليها شيء شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. جزى الله أختنا السائلة خير الجزاء، ولعل يعني مكالمتها واتصالها يكون درسا لكثير من الناس. هؤلاء أصحاب وضع خاص وحالة خاصة، يعني يفرعون بطريقة صعبة وهي طريقة بريت، إخواننا أخواتنا المكفوفين والمكفوفات، الذين إن احتسبنا هذا عند الله عز وجل فليس لهم ولهن جزاء إلا الجنة، قال عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ به عن ربي تبارك وتعالى: من ابتليته في حبيبتيه يعني في عينيه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قراءة القرآن وختمه فليس هناك ما يلزمنا بختم القرآن الكريم، إنما هناك تحفيز وترغيب من الشرع على كثرة قراءة القرآن الكريم. طبعا لو الإنسان استطاع أن يختم فبها ونعمة، لكن إذا لم يستطع لكنه يواظب ولله الحمد على قراءة القرآن كثيرا، لا يترك يوما إلا ويقرأ أيا كان الورد الثابت، يعني قليل، يعني ممكن يقرأ 2/3، يقرأ في الليل 2/3، كم نص جزء في النهار نص جزء في الليل، مهما كان الأمر القدر الذي يقرأه، المهم أن يقرأ. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ويقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالإنسان يجتهد قدر ما يستطيع في قراءة القرآن، وإذا مل القراءة أو أجهد فيها فإنه يستبدل القراءة حينئذ بسماع القرآن الكريم، فإن قراءة القرآن يؤجر عليها وسماع القرآن أيضا يؤجر عليه،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأمرين. وحسنا أن أختنا بارك الله فيها تذكر النماذج الطيبة لتتنافس معها في الخير، تقول يعني أخوات وصديقات يختمن القرآن الكريم لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اجتهدي قدر ما تستطيعين قراءة وسماعا، وأجرك عند الله تبارك وتعالى محفوظ، ولا تحزني لا تستطيعين الختمة فأنت لك ظروف خاصة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. أخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا أستاذ أحمد. أيوة نعم. سمعنا حضرتك؟ أيوة نعم، تفضلي. دلوقتي حضرتك بطاقتي التموين كانت ضاعت مننا، وجوزي قعد تعب يعني على ما رجعت كام شهر. وبعدين دلوقتي هي رجعت تاني بعتت 5 أفراد وإحنا 4. فبقول له روح اعملها، فبيقول لي هتتوقف تاني وهندق عليها تاني. انا دلوقتي اعمل ايه؟ ما اقدرش استغنى عنها يعني، مضطره ان انا اجيبها اجيب العيش والتموين. هو بيقول لي هم هيعرفوا بعد كده وياخدوهم مني، يقول لي هي غلطه الموظف لما يجيب الورق تاني هيعمل. انا اعمل ايه يعني؟ مستحرمه ومش في ايدي حاجه اعملها، مش عارفه. طيب حاضر، واضح ام محمد، الله يرضى عنا وعنك، الله يحفظك، في امان الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. اهلا بك استاذ احمد، الله يرضي عنك ويتمدد في خير يا ارحم الراحمين. امين يا رب، اللهم امين واياكم. اتفضلي، الله يحفظك. لو سمحت عايز اسال عن حكم دخول كليه مختلطه. حكم دخول كليه ايه؟ مختلطه. الكليات المختلطه. الكليات المختلطه. حاضر، اسالكم الدعاء. حاضر، في امان الله، ربنا يحفظك ويوفقك في حياتك كلها يا رب. امين يا رب العالمين. نعم شيخي كريم. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. أم رضوى، أهلا ومرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله في نعم والله. نعم، هاتي السؤال يا أم رضوى، الله يرضى عنك. لو سمحت يا شيخ، معلش أنا عايز أسأل سؤال، بس هو السؤال طويل شوية. نختصر قدر الإمكان إن أردت يعني، تفضلي. لو سمحت، أنا جوزي ما بيصليش. ألو؟ أيوه نعم، الله يهدينا ويهديك، تفضلي. وبيشتغل مع الجماعة اللي هم بتوع التمثيل دول كده، وحضرتك دايما انا بنصحه للصلاة، او اقول له مثلا بلاش، وبشوف رسائل على تليفونه. رسائل التليفون دي بتثبت ان هو مثلا بيبقى مختلط او بالنساء، وبشوف صور على تليفونه، فبزعل كتير معاه وبتخاصم معاه كتير. فانا عايزه يا شيخ اعرف اذا كان عليا اسم لما انا مثلا اقعد اسبوع ما اكلمهوش، ولا اجي جنبه، او هو بتخانق دايما معاه ودايما بنصحه يا شيخ، ودايما بسمع منه مكالمات تليفون ان هو بيكلم دي. خلاص، ما يعني السؤال يعني مع كل اللي حكيتيه حضرتك، هل عليك اسم ان قطعتيه او خصمتيه فتره من الزمن، اسبوع او ايام؟ ده السؤال صح؟ ايوه صح يا شيخ، لكل ما سبق. طب شيخنا يجيبك، في سؤال تاني؟ طيب حضرتك، انا دايما الحمد لله انا ملتزمه في الصلاه، والحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا، الحمد لله. بس دايما انا بحلم، انا بكون بصلي القيام واقرا قران وانام، احلم ان انا قاعده بشعري قدام اي حد يا شيخ. فانا عايز اعرف بس ان ربنا بيقبل صلاتي ودعائي والقران اللي انا بقراه ولا لا؟ حاضر، شكرا يا شيخ. امان الله يا اختنا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، امه الله الحافظ على صلاه الفجر الحمد لله رب العالمين، لكن احيانا يعني تغفو ولا تذكر اذكار الصباح، او لا تقول اذكار الصباح، فما حكم هذا شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ان كان الامر يقع عفوا عن طريق يعني غلبه النوم، فان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فالنائم معذور، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والنوم نوع من أنواع الاستكراه. وبالتالي نقول لأختنا بارك الله فيها، إذا استيقظت، متى استيقظت، فعلى طول اقضي هذه الأذكار، يعني استعملي أذكار الصباح حتى لو كان بعد فوات وقتها، أو أذكار المساء حتى بعد فوات وقتها، حتى لا نضيع أجرها من ناحية، ولا نضيع آثارها الطيبة على النفس في أنها حرز من الشيطان من ناحية أخرى. غفر الله لنا ولك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أستاذ أحمد. أهلا ومرحبا أختنا، تفضلي. ممكن أسأل سؤال أم حماد؟
ام محمد اتفضلي. ايوه بقول لحضرتك انا كنت بصوم ال10 ايام، فالدكتور قايل لي يعني ما تصوميش، قال لي يمكن يعمل وقفه. هل انا عليا وزر كده؟ يعني الطبيب لمانع مرضي مثلا شفاك الله وعافاكي او لشيء ما؟ ربنا يعافيك يا رب. يعني عندي شويه مشاكل كده في القلب، فقال يعني يا رب يعافيك لجميع مرضانا ومرضى المسلمين. بس انا زعلانه يعني ان انا لسه صايمهم. حاضر ربنا يعافيك. انا منظمه على الصلاه يعني ما بسيبش فرض الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وممكن سؤال بعد اذنك؟ هات السؤال اتفضلي. انا عندي ابن عارض ما فيش عنده الا هو، وعملت له كل حاجه يعني وكده، بس ما انت عارفه يعني هو بيعمل معانا كده ليه. عنده كم سنة يا أم محمد؟ 25. 25 سنة وعاق؟ يعني ما بيسمعش كلامك مثلا، ما بيصليش، متجوز. ايه؟ متجوز، لا ما يعرفناش، متجوز. متجوز في نفس البيت. بس ما يعرفناش. ولا دخول ولا خروج ولا كلام ولا أي حاجة؟ لا 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 أبدا. أبدا. حاضر ربنا يهديه، ربنا يهديه لك يا امه الله. حاضر يا ام محمد. خلي الشيخ شعباني يدعينا. الله، حاضر ربنا يصلح لنا وحالكم وشيخنا يدعينا كده في الايام المباركه دي يا رب. في امان الله يا امي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. اتفضلي يا امه الله. نعم، اكلم الاستاذ احمد. انت حضرتك معانا، اتفضلي. الله يرضى عنك. ماشي. طب انا عايزه اسال سؤال. نعم. عن حكم سفر المرأة للعمل خارج البلاد ولا في محافظة أخرى؟ لا، في المحافظات. يعني مثلا من محافظة بني سويف لمحافظة القاهرة، وترجع في نفس اليوم ولا هتبات ولا هتعمل ايه؟ لا طبعا، ده هو في اليوم بس، يعني بتروح وترجع. يعني مثلا بتسافر من فجر وترجع اخر النهار على عشاء كده ولا حاجة. طيب حاضر. بلا محرم؟ حكم سفرها بلا محرم. طيب حاضر. سؤال ولو سمحت. نعم. انا عايزه سؤال كمان. نعم. معايا؟ ايوه نعم، اتفضلي هات السؤال. طيب، حكم عمل المرأة يعني مثلا خروجها للعمل، يعني هي برضو مؤثرة في رباية اولادها او في بيتها، بس هي خرجت للعمل ضرورة عشان مصاريف أو عشان الدخل يعني. طيب حاضر، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، التسبيح هل هو دبر كل صلاة وعقب كل صلاة يعني مستحب، أم لو الإنسان تركه ليس عليه شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، عليه الصلاة والسلام. الأذكار التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات المكتوبة، اللي هي التسبيح والتحميد والتكبير، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وختام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا من أجل الأعمال وأحبها وأفضلها وأعظمها أجرا عند الله عز وجل. وأنا أسوق لأختي السائلة ولإخواني وأخواتي هذا الحديث الجليل، وهو وارد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور اللي هم الأغنياء بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يتصدقون ويزكون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون. فقال عليه الصلاة والسلام، هم عايزين عمل بقى يميزهم ويعوضهم عما يفعله الأغنياء، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على عمل أو على شيء إذا عملتموه أدركتم من سبقكم، يعني من الأغنياء كنت زيهم، ولم يدرككم أحد بعدكم إلا من عمل مثله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فتخيل بقى أنه التسبيح والتحميد والتكبير يعوض الفقير
عما يتقدم عليه الغني به من الأعمال. الغني عنده مال بيتصدق ويزكي، الفقير ما عندوش، التسبيح والتحميد والتكبير ده يعوده. الغني بيجاهد في سبيل الله بماله، الفقير يغني هذا الذكر عن أجر ما يجاهد به الغني. الغني عنده فلوس بيحج ويعتمر، والفقير ما عندوش، يعوده هذا عن كل أجر عمل سبقه به الغني. وبالتالي الأذكار مستحبة جدا وأجرها فاضل وعظيم جدا جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تشاجرت مع زوجتي وأنا سريع الغضب، فقلت لا اذهبي، يعني بين قوسين أنا سريع غضب، هذه صفته يصف نفسه بها. فقلت لا اذهبي إلى أهلك، فقالت إنها لن تذهب ما دامت على ذمتي، وأنا أردتها أن تذهب على أن أطلقها، وأنا لم أتلفظ بتلك الكلمة، وعندما هدأت طلب منها السماح. وهل إذا أخذت بالمذهب الذي يقول بالإشهاد على الطلاق فإني آثم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول الأخ السائل بارك الله فيه، ما ذكره في السؤال ليس طلاقا، يعني هو قال لها اذهبي لأهلك، وفي نيته انه بعد كده هيطلقها، يعني كأنه يغضبها اولا وبعدين سيطلقها. ثم هدأت نفسه وانصرف عن ذهني ما كان يشغله من موضوع الطلاق وغيره، وطلب منها المسامحة، فليس هناك ما يقع في طلاق. حتى لو اعتبرنا ان اللفظ اذهبي الى اهلك هو من الكنايات التي ربما تعني الطلاق، فإن الفيصل فيها النية، والرجل لم يكن ناويا للطلاق بدليل أنه قال وبعد هشوف موضوع الطلاق أو بعدين هطلقها. فأنا لا أرى فيها طلاق، الحمد لله منا حلت المشكلة وهدأت نفسك وسمحت زوجتك. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال زوجاتنا وأزواجنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذة إيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لو سمحت يا أستاذ أحمد ممكن أكلم الشيخ شعبان؟ الشيخ يسمعكم، تفضلي. طيب لو سمحت، أنا ما بقدرش أصلي وأنا واقفة، فبضطر إن أنا أصلي وأنا قاعدة، مش عارفة أعمل إيه. ده يعني لعلة، أسأل الله الشفاء. خشونة في رجلين. شفاك الله وعافاك. حاضر. ماشي، شكرا. أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل. وطي التلفزيون وكلمينا على التلفزيون. لو مرأة مسلمة سلمت على مرأة مسيحية بعدها بتوضى؟ حاضر. والسؤال الثاني، هل المرأة يعني تكبر في البيت؟ المرأة ايه؟ تكبر في البيت يعني؟ تكبر حاضر، تكبير لو حاضر. والسؤال الثالث، لو انا قعدت ولادي، يعني ولادي بيحفظوا القران، لو انا قعدتهم ايام المدارس من تحفيظ القران عشان يعني الدروس وهم في ثانوي، يعني انا عليا اسم؟ حاضر، جزاك الله خير. واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، امه الله ام محمد بطاقة التموين، وتقول يعني ضاعت منا وزوجي ضاق الأمرين. ما قالت هذا، قالت أنه اجتهد طويلا حتى يستخرجها. هم أربعة أفراد وأتت بخمسة أفراد، فما حكم هذا؟ وهي لا تستطيع أن تستغني عن هذه البطاقة، فماذا يفعلون شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. تقريبا هذه شكوى متكررة من كثير من الناس يذوقون الأمرين في مراجعة مكاتب التموين فعلا، سواء في استخراج البطاقات التي يستحقونها أو فيما يعرف بتعديل البيانات. هو أظنه مش طمعان في الفرد الزائد، هو خايف ليتعب تاني، هيتعب كتير بالفعل. فمراجعة مكاتب التموين بالفعل فيها صعوبة شديدة، لأنه بيروقراطية غير عادية، بيروقراطية القرن التاسع عشر موجودة بالفعل في مكاتب. يعني الناس دي مش معانا يعني ولا ايه؟ لا لا، مش عايشين في الدنيا. حتى الميكنة والحاسب الآلي والكلام ده آخر شيء بيفكروا فيه. وإن كان عندهم أرشيف ورقي زمان، أنا كنت موظف سابق في وزارة التموين،
بس الكلام ده في سبعينيات القرن الماضي يعني قديم، وما كان عندهم من أرشيف ورقي أعتقد أنه لم ينزل بالكامل على الحاسب، وبالتالي في بيانات كتيرة جدا لا يتم تحديثها آليا. الناس بره بيحدثوا البيانات آليا، وإحنا ما زلنا بنحدث البيانات باستمارة تقدم في أوائل كل عام، تعرف باستمارة تعديل أو تجديد البيانات. أنا أقول للأخت السائلة خلي الزوج البطاقة في جيبه ولا يديها للمخلوق، ولكن يعمل اختار تعديل البيانات فقط لغيره، يسلمه في مكتب التموين، نفذوه خلاص بها ونعمت، ما نفذهوش أو طبطوه في التنفيذ بدل الشهر شهور وبدل السنة سنوات، خلاص أنتم أديتم ما عليكم، وخطأ الموظف يحتمله الموظف وتحتمله الوزارة التي تشغل هذا الموظف دون متابعة أو مراقبة أو محاسبة. هل يتصدقون بهذا الخبز الزائد؟ لا لا يتصدقوا، لا يتصدقوا، إنما هو يقدم إخطار تعديل البيانات. وزي ما هو ذكر الأخ للزوجة إنه بعد ما يستيقظوا من النوم بعد شهر ولا شهور هيستبينوا إن هم أخذوا تموين فرد واحد زيادة اللي هو 15 جنيه في الشهر اللي هو قيمة الدعم، يعني ما شاء الله عليها، وبالتالي سيخصموا هذه الحصة فيما بعد بالتجزئة على شهور متتابعة إن شاء الله لو استيقظوا يعني من سباتهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله تسأل. أستاذ إبراهيم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. يا أهلا وسهلا. تفضل يا فندم. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ أيوة نعم. دلوقتي رحت علشان أجيب معدة من واحد مثلا هيغطيني بالمبلغ، خدت بال حضرتك؟ فاللي هو هيغطيني ده اداني المبلغ اجيب به المعده. طيب يعني اقرضك ولم يشتري لك هذه المعده، وفي نفس الوقت دخل شريك معايا في المعده بالنص، بس انا دفعت مثلا المقدمه بتاعتي مثلا 40,000 جنيه. طيب استاذ احمد. ايوه هات يا عم ابراهيم اتفضل. وبعدين ما عرفت بعد كده ان هو لازم يشتري لي الحاجه وانا اخدها منه، استنى عرفته بقى، فانا مش عارف يعني. طيب خلاص كده السؤال انتهى. طب في سؤال تاني لو سمحت. هات السؤال الثاني. نعم الله يبارك فيك. دخلت في صلاه العصر، خدت بال حضرتك؟ ايوه نعم. الامام طبعا كبر تكبيرة الإحرام، وطبعا الصلاة بتبقى مثلا في ناس بتيجي بعد ناس كده، فبصيت لقيت يعني فضلوا ان هم برضه يحطوا الكراسي في الصف الأول، وفي ناس بتيجي تقف بعد الكراسي، فأنا عايز أعرف يعني رأي الشيخ في الموضوع ده. تقف أمام الكراسي يعني الكراسي قطعت الصف؟ بعديها. الكراسي بجوارك في الصف الأول. يعني قطعت الصف. في الصف الاول يمين الكراسي ويسار الكراسي في ناس تقف. مش دي الصوره اللي انت بتسال عنها يا عم ابراهيم؟ ايوه حضرتك. ايوه طيب والكراسي قطعت الصف. حاضر تمام. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ استاذ عبد الرحمن السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. اهلا ومرحبا. الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ. هاتي سؤالك الله يرضى عنك. بقول هل يجوز لابناء المضاحي ان هم يحلقوا شعرهم او يقلموا اظافرهم؟ جيد. حاضر. شكرا. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دخول الكليات المختلطه، ابنتنا امه الله تسال عن حكم دخول هذه الكليات شيخي الكريم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاه والسلام. انا اقول لابنتنا السائله بارك الله فيها، اولا يعني لماذا نذهب مباشره الى الكليات المختلطه؟ إذا كان عندنا فرصة أن نكون في كلية خاصة بالبنات، فإذا كان يمكنك برغبتك وحسب مجموعك أن تلتحق بكلية خاصة بالبنات زي كلية البنات المعروفة مثلا أو جامعة الأزهر، فسيكون هذا خير لك وأبرأ لذمتك. أما إذا لم يتيسر هذا بسبب المجموع وإنه مكتب التنسيق خلاص وضعك في كلية مختلطة، فأنا أقول يا بنياتي الاختلاط موجود في بيوتنا، والاختلاط موجود في شوارعنا وأسواقنا، وموجود في وسائل مواصلاتنا، فالبلد كلها اختلاط في اختلاط، ليست العبرة في الاختلاط
إنما العبرة في المخالط نفسه. أنا وإنت السلوك. ماذا أتصرف وكيف أتعامل أنا مع هذا الاختلاط؟ كوني في هذه الكلية التي قدر الله لك حسب المجموع ومكتب التنسيق فيها، وإن كانت كلية مختلطة فتجنبي الاختلاط بالشبان، التزمي صحبة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة من أمثالك من الملتزمات، كونوا شلة من صحبة الخير، شلة الصالحات يعني. شلة الصالحات، اعتصمنا بعضكن ببعض، اصرفوا النظر تماما عن التعرف على الشبان والعلاقه معهم ايا كان، او حتى لو بنت تتعرف على الشباب هي تبتعد عنها. يعني خلاص هي ملهاش دعوه. خليكي في حالك، خليكي في دراستك، خليكي في سكشنك، خليكي في محاضرتك، خليكي في محاضراتك وواجباتك، وابتعدي تماما عن مواطن الشبه. مواطن الشبه الاختلاط شديد جدا وماجن جدا داخل الكافتيريا، بلاش الكافتيريا، ناخد سندوتش ونمشي. الاختلاط موجود في المدرج، لا بنخلي جنب في فتيات كثيرات ياخذنا جانبا في المدرج، حتى لو الدكتور علوم حضرتك تعلم الفتيات في جانب. نعم. والشباب في جانب، كليات كثيره. نعم. كثيره كده بهذا الحال، حتى لو مش رغبه الدكتور، في بعض الدكاتره يقول لك والله بعض الدكاتره كانوا اجلب الحال اللي انت عامله ده، ايه اللي انتوا عاملينه ده. نعم صحيح. انما حتى لو كده اعتصم انتوا 5-6 من الصديقات الصالحات، خدوا لكم جنب في المدرج، خدوا لكم جنب في السكشن، كان الكلية عملية ولا شيء. وبهذا إن شاء الله عز وجل تتلاشي آفات. نعم. الاختلاط، ولا تتأثرين به، وعلى قدر إيمانك ويقينك والتزامك بالصحبة الطيبة وقوة شخصيتك وعزيمتك لا يقربك أحد بكلمة ولا بنظرة. فالبنت الملتزمة المحجبة شخصيتها قوية ومهابة جدا، والله تبارك وتعالى يعني ذكر هذا في كتابه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن بإيه؟ بالعفة وبقوة الشخصية وبالأدب وبالحشمة وبالحجاب، فلا يقربها أحد بأذى إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عيسى السلام، كتب الله لك التوفيق وزمن لجميع بناتنا وأبنائنا، آمين يا رب العالمين. أم رضوى يعني زوجي لا يصلي ويعمل مع طبعا فئة معينة كده ذكرتها، وأنصحه بالصلاة وتجد بعض الرسائل على هاتفه وصور نساء، وهي أحيانا تزعل وتغضب منه وتخاصمه ولا تكلمه بالأسبوع، فهل في ذلك إثم علي يا شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول لأختنا السائلة: جاهدي فيه ما تستطيعين إلى ذلك سبيلا. يعني أجاهد فيه؟ يعني أجيب سيف يعني وأجاهد فيه؟ لا أبدا، جاهدي فيه بالكلمة الطيبة، جاهدي فيه بالنصيحة، جاهدي فيه بالتذكرة. فالله تعالى أمرنا أن ينصح المسلم أخاه وجعل هذه النصيحة من الدين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الصحابي من دول، فيبايع على السمع والطاعة، ويرقنه النبي عليه الصلاة والسلام إضافة للسمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فذكريه وانصحيه، فعسى الله عز وجل أن يفتح قلبه وعقله يوما ما لتذكرتك أو لنصيحتك. ولا تأخذيه بالشدة، فإن الشدة لا تجدي مع أمثال هؤلاء، إنما خذيه بالرفق واللين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما موضوع الخصام، يعني إذا غلبتك نفسك يوما ما، فخلي الخصام ساعة ساعتين، ليلة نهار، إنما لا تتمادي في الخصام حتى تتعدي المدة القصوى التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. المدة القصوى إنه الخصام يكون أقصى 3 أيام. لا لا، ما تخلوش 3 أيام، خلي ليلة، خلي نهار، خلي ساعتين ثلاثة، فيكون هذا على سبيل الزجر، على سبيل لفت النظر لقيمة ما تنصحينه به. وأكثري له من الدعاء بظهر الغيب أن يفتح الله قلبه ويحبب إليه الإيمان ويحبب إليه الصلاة ويصرف عنه السوء وصحبة السوء، فلعل الله عز وجل أن يستجيب لك يوما ما. وصبرك وحسابك وجهادك بالدعوة والتذكرة أنت تؤجرين عليه جدا عند الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أسأل الله أن يرزقنا وإياه العمل الحلال والرزق الحلال، آمين يا رب العالمين. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ازيك يا أستاذ أحمد؟ الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ شعبان. يا ألف مرحبا. محمد كمال معك سيدنا. أهلا وسهلا، مرحبا.
عامل ايه يا سيدنا؟ الله يبارك لنا فيكم. سيدنا نريد تسليم من حضرتك بسيط. خيرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه. نعم. ان صلحت صلح سائر اعماله. ماذا لو ضحى شخصا وهو تارك الى الصلاه بالكليه؟ نريد التوضيح وجزاكم الله خيرا. ضحى لا يصلي؟ لا يصلي مطلقا. مطلقا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وبيضحي. لعل فيه خير، اسال الله ان يهدينا وان يهديها. شيخنا يجيبك ان شاء الله تعالى. جزاك الله خير. وفي امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، اتفضلي يا اختنا. لو سمحت، من ناحيه التشقيق، وعندي سؤال ثاني لو سمحت. اتفضلي. انا مدرسه في مدرسه، وفتره الاجازه ما بروحش المدرسه غير يوم واحد في الاسبوع. ده موقف من المدرسه. هل في ذلك لا؟ وسؤال تاني برضه، بيستخدموا الغلاي بتاع الشاي في المدرسة، فده ايه حكمه؟ يعني حلال ولا حرام؟ مع العلم ان لو جبتوا مننا فلوس اي حاجة في المدرسة عايزين يصلح في حاجة او كده بندفع على طول. تمام. ماشي؟ حاضر. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اختنا. نعم، اختنا ام رضوى تقول: انا اصلي ولكنها يعني في وتقوم الليل الحمد لله رب العالمين، لكنها ترى في منامها احيانا انها تظهر بشعرها امام اي احد، فتقول: هل الله عز وجل يقبل مني؟ نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول لاختنا السائله: اما مساله القبول فهذه امرها الى الله تبارك وتعالى. المسلم ينشغل بان يؤدي العمل الصالح الواجب عليه المفروض عليه وغيره على الوجه الكامل، فيأتي به في توقيته على الهيئة التي فعله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي الصلاة في أوقاتها، والمرأة المسلمة تلتزم حجابها وتلتزم صيام شهرها وتلتزم طاعة زوجها وتلتزم حسن تربية أبنائها. ومسألة القبول للصلاة والصوم والكلام ده، هذا أمر متروك لله تبارك وتعالى، فلم يعطي علمه لأحد. إنما أقول لأختنا بارك الله فيها: ما تراه في المنام ليس شيئا مزعجا ولله الحمد. وإن كان بعض أهل التعبير يعني في الرؤى والكلام ده قالوا ربما يحمل هذا شيء من نقصان الدين، ربما يحمل هذا. والله أنا عامله صامت يا شيخ والله، لكن هو الجهاز ما عاد يفهمني أصلا، أديله الأمر ما يفهمني. دعوة حلوة مولانا، تفضل. فأنا أعتذر يعني لكم وللإخوة المشاهدين. فبعض أهل التعبير يقولون إنه هذا نقصان في الدين، لأنه نقصان عن الفرض الذي ألزم الله به المرأة المسلمة وهو الحجاب. المرأة مفروض عليها الحجاب وهي ترى نفسها في النوم بشعرها تخالط الأجانب، لكن الأكثرون على أن هذا شيء لا يزعج. وإن كنت أقول لك بارك الله فيك: راجعي حجابك الشرعي على أن يكون على الهيئة التي أمر الله عز وجل بها، حجابا ساترا فضفاضا لا يشف ولا يصف، وشوفي أمر اختلاطك بغير المحارم، راجعيه خشية أن يكون هناك شيء من الخطأ في مخالطة غير المحارم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم أستاذ أحمد، كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظكم وينفع بعلمكم. كنت أصلي، اللهم أمين، ولك هذا ومثله وزيادة قرة عين. كنت أصلي العشاء إماما وسهوت وقمت لركعة خامسة، فقال المصلون خلفي: سبحان الله، مرة فثبت ولم أنزل، فرددوها فنزلت وقلت التشهد وسلمت مع سجدتي السهو، فما حكم هذا؟ نعم شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، أنت ومن كان يصلي معك، فهم ما شاء الله مأمومون مصلون فقهاء بالحكم الشرعي، فنبهوك لما نابهم هذا الخطأ في الصلاة، سبحوا لك وأنت لله الحمد والمنة، سكت أولا حتى أعادوا التسبيح، هذا من باب التثبت والتيقن من أنهم بالفعل يسبحوا يعني ينبهوك، وبالتالي نزلت فورا، وهذا هو الواجب عليك في الحال، إنه الإنسان لا يتمادى في الخطأ لحظة واحدة. إن كان يصلي الركعة الزائدة فينزل فورا ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتين للسهو بعد التسليم، وإن سجد
سجدتي السهو قبل التسليم بعد التشهد وقبل التسليم فإن هذا مشروع، فإن كثيرا من أهل العلم يقولون المصلي مخير في سجود السهو أن يكون قبل التسليم أو بعد التسليم على حد سواء. نعم. فصلاتكم صحيحة وفعلك صحيح وفعلهم صحيح والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. حكم لبس الدبلة، الدبلة الفضة يعني للرجال على سبيل الزينة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الدبلة زينة النساء، إنما الخاتم هو زينة الرجال، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس خاتما ولا يعرف عنه أبدا ولا عن أحد من أصحابه أنه لبس الدبلة، ببساطة شديدة، أولا لأنها زينة النساء، ثانيا لأنها ليست من عادات المسلمين أصلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم محمد كانت تصوم هذه الأيام المباركات، هذه التسع من ذي الحجة، طبعا اليوم العاشر طبعا ما ينفعش في الصيام لأنه يوم النحر كما نتعلم منكم شيخ الكريم، لكن الطبيب قال لها لا تصومي لعل مرضية، صلى الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها، وهي تصلي الحمد لله، فهل عليها شيء شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أسأل الله عز وجل أن يشفي أختنا السائلة ومرضانا وجميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. أما جواب السؤال فأقول لك بارك الله فيك، احمد الله عز وجل على أنك ولله الحمد كنت ممن يصوم هذه الأيام سابقا، وكنت عازمة أيضا على صيامها هذا العام، وما منعك من صيامها إلا العذر الشرعي وهو المرض لما نبهك الطبيب، فليس على المريض حرج، بل أبشرك بارك الله فيك أنت وغيرك ممن يمنعه العذر عن صيام هذه الأيام وقد كان عازما عليها أو معتادا على صيامها، أنه على الرغم من عدم صيامه لهذه الأيام بسبب المرض مثلا، فإن الله يكتب لها الأجر كاملا كمن صامتها سواء بسواء. وقد ورد في هذا حديث جليل فاضل في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد عليه الصلاة والسلام. ابنها 25 عاما، مأساة، أسأل الله أن يعافينا وأن يعافيه. لا تقول كأنه لا يعرفنا ويسكن في نفس البيت وهو متزوج، فنسأل الله له الهداية شيخ الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يحبب إليه بر والديه وأن يصرف عنه السوء ورفقة السوء وعقوق الوالدين، فإن عقوق الأبوين من أكبر الكبائر، ده تعبير النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور إلى آخره عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هذا الابن للأسف الشديد لا شك أنه مخطئ ومرتكب لكبيرة من الكبائر، وأقول أكيد أنكم نصحتموه كثيرا وذكرتموه كثيرا، سوقوا عليه أحدا من أهل الخير كعم أو خال أو أخ أو صديق، فلعل الله أن يفتح قلبه لكلمة منهم. أما إذا لم يفتح الله قلبه لكلمة في بركما فأنتما أديتما ما عليكما، لكن لا تدعوان عليه ولا تشقان عليه ولا تبادلوه يعني عقوقا بعقوق، إنما كلوا أمركم وأمره إلى الله تبارك وتعالى، وأكسري أيتها الأم المكلومة بارك الله فيك الدعاء له بظهر الغيب أن يرده الله إليكم سالما بارا بأبوي، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. معي 10 دقائق فيبدو أن الإجابات هتكون يعني كلمة إن شاء الله. السلام عليكم، الاتصال الأخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. ازي حضرتك يا شيخ احمد؟ الحمد لله رب العالمين. لو سمحت ممكن اسال الشيخ شعبان سؤال؟ اتفضلي. السلام عليكم ازيك يا شيخ؟ الله يكرمك يا بنتي. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايزه بس اسال حضرتك سؤال، يعني انا دلوقتي لو انا قعدت حد جاي بيشتكي لي من حد او بيقول لي مثلا يعني صعبان عليه من حد او كده، وانا اتكلمت معاه وهديته، يبقى ده اسمه كده ان احنا بنلم على التالي اللي هو بيشتكي منه ده او بنتابع او كده؟ ده سؤال. وتاني سؤال، لو انا كنت معزومه فرح والفرح ده يعني مش اغاني اسلاميه وكده،
المفروض ان انا ينفع ان انا اروح عشان اهل الفرح يعني ما يزعليش كده، ولو ده فرح اختي احضره ولا برضو ما ينفعش ان انا احضره؟ ولو رحت في البيت يعني رحت باركت لهم في البيت مثلا وكان الفرح ده شغال في الشارع وانا قاعده في البيت، ده ينفع ولا برضو ما ينفعش؟ حاضر، تمام. الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم. الاستاذه ايمان لا تستطيع الصلاه واقفه وتصلي وهي جالسه طبعا لخشونه في الركبه، شفاها الله وعافاها. نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسال الله لنا ولها ولمرضانا ومرضى المسلمين الشفاء، لكن اقول لاختنا بارك الله فيها ان ديننا مبني على التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال رجل صلي قائما فان لم تستطع فصلي على جنب، فان تفعلي ما تستطيعين وانت محفوظ عند الله تبارك وتعالى بسبب المرض والعذر، والله اعلم. وصلى الله وسلم على محمد. ختامة الله للعمل يعني يوم بليله بلا محرم من محافظه الى اخرى. نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اولا المرء عمل كما هو معلوم عند اهل العلم ان المراه لا يجوز لها ان تخرج للعمل الا لحاجه، وان خرجت فانها تكون باذن وليها وتكون في مامن من اختلاط مذموم، يعني اختلاط بغير المحارم، وتكون طبعا بحجابها الشرعي، وتكون إذا كانت المسافة بينها وبين مكان العمل ما يعرف بمسافة السفر، بل السويف للقاهرة، تعدينا مسافة السفر يعني تعدينا 84 كيلو التي ذكرها أهل العلم، وبالتالي هذا سفر عند عامة أهل العلم يلزم فيه أن يكون معها المحرم. لكن نقول لأختنا السائلة بارك الله فيها، إن كان ثم الضرورة أخرجتك للعمل كما ذكرت اللي هي دعم المعيشة والإعانة على المصروفات، ماشي، لكن بإذن الولي ورضاه وبحجابك الشرعي وباجتناب كامل للاختلاط المذموم في محل العمل أو في طريقك مع المواصلات والانتقالات وغيره. لكن يبقى أمر أخير ألا وهو أن تكون انتقالاتك في النهار حتى لا تكون الخلطة أو الخلوة التي أنت توجدين فيها في وسيلة المواصلات محرمة أو مظنة السوء، يعني سافري في وضح النهار وارجعي ايضا في وضح النهار، سافري بدري لكن اذا شقشق النهار كما يقولون، وارجعي قبل ان يظلم الليل ويطبق على الناس، لان هذا يعني يكون امن لك والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاه والسلام. تشعر بالتقصير في البيت بسبب العمل ولا تخرج للضروره طبعا؟ نعم. طبيعي ابنتنا السائلة انه خرجت لضرورة والضرورات تبيح المحظورات كما هو المعلوم عند عامة اهل العلم، ومعلوم ان هذا الخروج للعمل لابد ان يكون له سلبيات واثار جانبية، منها اهمال بعض اعمال البيت واهمال بعض تربية الابناء. في هذه الحالة نقول على الزوج ان يكون معينا لزوجته لانها تعين في تحمل عبء الحياة وعبء تكاليف ونفقة البيت، فعليه أن يقوم بدوره أو يكون أكثر حرصا على القيام بدوره في رعاية الأبناء وتربيتهم والوقوف على دروسهم ومذاكراتهم وغير ذلك. وأنت أعانك الله عز وجل، النهاردة الثلاجة أصبحت تستطيع المرأة فيها أن تعمل أكلها وشربها لمدة يوم وأيام، فاجتهدي حتى لا تكون هناك آثار صعبة على الأبناء والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. المسلمة لو صافحت غير المسلمة يهودية أو نصرانية فهل لابد أن تتوضأ مرة أخرى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. أقول لأختنا السائلة لا أبدا، ليس هذا بصحيح ولا بواجب ولا بلازم ولا بمستحب ولا بشيء، إنما مصافحة المرأة المسلمة لغيرها من النساء الغير مسلمات يهودية أو مسيحية لا يعني أن هؤلاء يعني نجس نتوضأ أو نغسل أو نزيل النجس أبدا. أما قوله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، هذا على الفكر والاعتقاد العقائد الباطلة، فهو يعني شيء معنوي وليس شيئا حسيا. نعم. فقد كان الكفار يبيعون ويشترون في أسواق المدينة مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، والنبي قبل هدايا بعض اليهود وبعض المشركين عليه الصلاة والسلام، فهذا الشيء لا يلزمك والله أعلم.
المرأة هل تكبر التكبيرات في البيت الشيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الرجال يكبرون في البيت وفي الأسواق وفي الأعمال ما يعرف بالتكبير المطلق في هذه الأيام الفاضلة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه الأيام أيام العشر الأول من ذي الحجة خير أيام الدنيا، وقال إن فعليكم فيها بالتهليل والتحميد والتكبير والتسبيح وغير ذلك. فالرجال يفعلون هذا في البيت وفي الأعمال وفي المحلات وفي الطرقات، والنساء تفعل هذا أيضا في بيتها، فإن هذا التكبير في هذه الأيام له فضل كبير، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا الأبناء في الثانوية العامة ويحفظون القرآن في الصيف وفي إجازة الصيف، فهل الأم الفاضلة لو أجلستهم عن حفظ القرآن الكريم للدراسة والدروس فهل في ذلك شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول إذا كان الأبناء ممن لا يستطيعون تنسيق وقتهم في المذاكرة ووقت التحفيظ، ففي هذه الحالة يجوز لها، لأنه الدروس سيتقون هم في الثانوية العامة، نعم الثانوية العامة يعني معروف أن هي سنة أصبحت ثقيلة الدم على الطلبة والطالبات وعلى أولياء الأمور أيضا في البيوت، وهو أصلا اعتاد الحلقة أن تكون في الصيف وليس في وقت الدراسة، فما دام هذا الذي تعودتم عليه فلا بأس بذلك. شريطة أن تنبه الأولاد وتشجعهم على مراجعة ما سبق حفظه حتى لا يتيه عنهم ولا يضيع، ويستأنف ذلك إن شاء الله في العطلة القادمة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. الحاج إبراهيم الله يديله الصحة ذهب لرجل لشراء معدة معينة، هو أعطاه المال ثم دخل معه شريكا وهو الذي دفع المقدمة عم إبراهيم، بعد ذلك علم أنه كان لابد أن يشتري هذا الرجل هذه المعدة ثم يبيعها له، فما الحكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لعمنا الحاج إبراهيم مسألة أنه كان لازم يشتريها الأول وبعدين أنا أخذها منه، يعني هو الرجل يشتري المعدة ويتملكها وبعدين يبيعها لي، ده إذا كان البيع بالتقسيط. إنما لو كان الرجل أقرضك المبلغ قرضا حسنا فلا شيء في ذلك، القرض الحسن قرض مباح. إنما لو كان أقرضك المال أعطاك الفلوس وهياخد عليهم فوائد، يعني ياخد عليهم ما يعرف بالفايدة أو الربح، في هذه الحالة سيكون قرض بفائدة، قرض جر نفع، ثم هو الآن أصبح حتى لو لم يأخذ شريك أصبح الآن شريك. ففي هذه الحالة لو كان القرض بفايدة نقول أيوة الكلام ده غلط يا عمنا، وكان الواجب إن هو يتملك المعدة أولا بحر ماله ثم يبيعها عليك بيعة أخرى مستقلة. ماذا يفعل؟ التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا أمر قد نفد، يعني أمر قد فرغ منه، فالندم والاستغفار وعدم العودة إلى هذا مرة أخرى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. الكراسي في الصفوف الأولى تقطع الصف ويكون عن يمينها وعن يسارها بعض المصلين، فما حكم هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا بأس طبعا، لأن هؤلاء المصلون ما صلوا على الكراسي إلا لحاجة، سن أو مرضى أو خشونة أو غيره، وهؤلاء لهم حق في الصف فيقفوا في الصف، ونكمل نحن الصف عن يمينهم وعن شمالهم، وليست الكراسي قاطعة للصفوف، لأن على الكراسي المصلون الذين يصلون عليها لعذرهم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حق الأستاذ إبراهيم سأل سؤالا جيدا، هل يجوز لأبناء المضحي أن يحلقوا من أظافرهم ومن شعورهم شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أقول الأخ سأل بارك الله فيك، ما ذهب إليه الحنابلة من تحريم أخذ شيء من الشعر أو البشرة أو الظفر في العشر الأول من ذي الحجة، أو ما ذهب إليه الجمهور بأنه الموضوع مش في التحريم، ده موضوع في الكراهة، هذا على المضحي فقط وليس على المضحى عنهم، فأهله الزوجة والأبناء لا علاقة لهم بهذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بالمضحي فقط في حديث أم سلمة، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، ما جابش سيرة المضحى عنهم خالص، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من أشعاره ولا من أظفاره شيئا، أما الزوجة والأولاد فهذا مباح لهم والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أول ما يحسب عليه العبد يوم القيامة صلاة، أسأل الله أن يرزقنا المحافظة عليها. قل يضحي ولا يصلي مطلقا، نسأل الله العافية، ما حكمه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان، ونعوذ بك من الضلالة، ونعوذ بك من سوء الفكر. فيعني طبعا لا شك وضع غريب جدا إنه الإنسان
يهمل إهمالا كليا الفريضة. فيما فرضه الله عز وجل عليه من صلاة وربما من صيام ومن زكاة، ثم إذا هو يتحسس أمر السنن والمستحبات فيأتي بها ويضحي. نحن لا نمنعه من التضحية، لكن نقول يا أيها الأخ المسؤول عنه، أنت تركت المباني الأساسية التي عليها يقوم الإسلام وعلى رأسها الصلاة، ثم أنت تتشبث ببعض أعمال الخير كالأضحية مثلا. فاتق الله عز وجل، فإن تارك الصلاة على خطر عظيم جدا، حتى أن الحنابلة بس أجره محفوظ إن شاء الله، حتى أن الحنابلة ذهبوا إلى أن تارك الصلاة لا يقبل منه عمل لأنه كافر والعياذ بالله، خلافا لما ذهب إليه الجمهور. فلذلك نقول أنت لن يبخس حقه، لأنه ربنا تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ولعل هذه الأضحية أن تكون السبيل إلى فتح قلبه للإيمان وفتح قلبه للصلاة والصوم وغير ذلك. أكثر له الدعاء والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حكم التشقير للحواجب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، قلنا كثيرا يا أخي الحبيب أستاذ أحمد أن التشقير اختلف فيه أهل العلم، طبعا هو شيء حادث معاصر، فاختلف فيه المعاصرون من أهل العلم، فبعضهم منع التشقير وقال التشقير شأنه شأن النمص سواء بسواء، تغيير لخلق الله تبارك وتعالى وملعونة فاعله. أما غيرهم من أهل العلم فقد ذهبوا إلى أن التشقير يختلف اختلافا كليا عن النمص، فالنمص أخذ الشعر لكن التشقير تلوين الشعر، فهو أشبه بالمكياج الذي تستعمله النساء. قد يظن بها السوء. أمن جيلك، هو أشبه بالمكياج الذي تضعه النساء، ولم يقل أحد من أهل العلم بمنع المكياج عن النساء، لكن لا تضعي نفسك موضع الريبة إذا جلست في مجتمع نساء وصديقات، خشيت أن يظن فيك أنك تستعملين النمص، بلغيهم أن هذا تشقير وليس نمصا درءا لسوء الظن عنك، لكنه فيما أراه مع قول أهل العلم بالإباحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هي أختنا مدرسة وتذهب يوما واحدا في الإجازة الصيفية إلى المدرسة، طبعا بعلم المدير والمسؤولين، فما حكم هذا شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذا سؤال متكرر كثيرا، وأيضا إجابة عليه متكررة وواحدة. لا يجوز أن تفعل المدرسة ولا المدرس ذلك، ولا الطبيب ولا الصيدلي، حتى لو كان بأمر مدير العمل. مدير العمل ده مستأمن على إدارة العمل، بدليل لو جاءكم تفتيش من المديرية أو الوزارة المختصة تكون كارثة على الجميع، المسؤول والموظفين والمدرسين على حد سواء، ثم هو اكتساب مال من المال العام، مال الدولة، بغير وجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حكم استخدام غلاية الشاي أو ما شابه ذلك في المصلحة الحكومية أو المدرسة، هم يصلحون أي شيء يحدث في يعني هناك. طيب، لكن هل هذا جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، خلينا نؤسس أولا أنه غلاية الشاي استغلال لكهرباء يدفعها المال العام، مال الحكومة والوزارة، اللي هو مال الشعب في الحقيقة، وليس مال لا رئيس الدولة ولا مال الحكومة، هو مال الشعب. فاستباحة شيء من مال الشعب لا يجوز، حرام، هيختصموا 90 مليون مسلم يوم القيامة من المصريين وحتى غير من المسلمين وحتى غير المسلمين أيضا. إنما إذا كان الأمر كما قالت الأخت، إنه لو في مكتب يعني انكسر بنصلحه، لو في مروحة يعني فسدت بنصلحها، يعني على حسابنا كمدرسين ومدرسات، عوضا لاستعمال الغلاية، فإن هذا في هذه الحالة يكون عوضا لهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حد يشتكي من حد وأختنا تسمع أمة الله تقول، وهي هدأت منها يعني، فهل هذا من الغيبة شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كانت الشاكية لا تقصد التشهير بالمشكو في حقه، إنما تقصد أخذ النصيحة من أختنا، أو تقصد أن أختنا عندها قدرة على احتوائها واستيعابها وتهدئتها، فإن كان الأمر لهذه وتلك فهذا مباح للأخت أن تشتكي وأن تفتح قلبها لك يعني. أما أنت فلا تقولي إلا خيرا، يعني لا تتحدثي في عرض الغائبين بسوء، إنما اكتفي بنصحها وتهدئتها واستيعابها واحتوائها،
أجرك على هذا كبير عند الله عز وجل، وليس هذا من النميمة ولا من الغيبة في شيء طبعاً. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد. الإجابة انتهت، لكن البعض ممكن واحد يبقى جاي له غضبان 50% ويشعله يخليه هو يكمله في يشعل فيه النار 100%. نسأل الله العافية إلا من رحم الله. لو في فرح فرح يعني أحد الأقارب أو صلة الأرحام، والفرح في الشارع وهي هتكون في البيت، تمام، فهل في ذلك شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا أقول لابنتي السائلة، سواء كان الفرح يعني إسلامي ولا غير إسلامي كما يقولون، المهم اجتنبي أمرين في غاية الأهمية والخطورة، اللي هم الآفات المعروفة في الأفراح. اجتنبي الاختلاط ما بين الأجانب من الرجال ومن بينك وبين بقية النساء، اجتنب الاختلاط اجتنابا مطلقا. ازاي تجتنب الاختلاط؟ اقعدي في البيت، اقعدي خارج القاعة زي ما تشوفي. الأمر الثاني، اجتنبي المشاركة أو الفرجة أو السماع للرقص والغناء والمجون. لو اجتنبتي الأفاتين دول فروحي نعم. وأدي الواجب كما تستطيعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية، بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم. الحياة مشاركة، ونذكر مشاهدينا الكرام بالحياة مشاركة، هذه الحملة حملة قناة الندى، فالحياة مشاركة، صلى الله عز وجل، وهي لكم وإليكم هذه القناة. وكما قال شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شيلوا معنا الشيلة، شيلوا معنا، شاركونا هم هذا الحمل الثقيل. نعم نعم، والله كلام طيب يا شيخنا، وهناك أهل فضل كثيرون وعندهم الاستطاعة يعني أن ينتجوا البرامج ومثل هذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يرزقنا وإياكم من فضله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله وحفظه، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل تعلم.